طبعا برضو اللي تابعوا الاحداث امبارح جزء منهم بيدوروا على جمانة مراد شيرين، وجزء منهم عايز ينتقم منها. تنضم لنا عبر سكايب شيرين النجمة جمانة مراد، برحب بيها معانا، وكل سنة وانت طيبة. مساء الفل يا رامي، كل سنة وانت طيب يا رب، رمضان كريم. الله أكرم، يعني يا جمانة غبتي عننا 7 سنين، وأول ما ترجعي تقتلي هشام بالمنظر ده. ما قتلتوش. ما انت شاركتي في تويتي الجثة ومسحتي الدم والحاجات اللي عملتيها دي، وقتلتيه الأول وهو عايش بالمخدرات. فرح هي اللي قتلت هشام، انا ما قتلتوش. مش عايزه الناس تكرهني ابدا. لا هو انا ما قلت، انا الناس بتدور عليك دلوقتي على فكره، خلي بالك. انا مش قادره اخرج من البيت، انت مش عارف. النهارده بكلم حلقه فسمعت صوت عربيه، بقول لها حلقه انت خرجتي بره البيت ازاي؟ عارف اللي هو اتخضيت، يعني قاعدين بنضحك على نفسنا. طبعا الحمد لله فضل وكرم من ربنا ان المسلسل عجب الناس كلها. وحلقه امبارح فعلا اثرت بالناس جامد جدا، والناس يعني انا مش بس مصر كلها عيطت، اعتقد الوطن العربي كله عيط امبارح. والله ده يعني خليته الناس كلها تبكي وتتاثر، واحنا مش ناقصين نكد بصراحه. هو يعني غليلكم هيتشفي قدام شويه كده. ربنا يطمنك يا رب، احنا كلنا بلغنا عنكم على فكره، خلاص قلنا لسيفا مين اللي عمل ايه وازاي. سيفا حبيبة قلبي سيفا، طبعا انا عايزة اقول ان سيفا يعني عظيمة بجد، انا سعيدة جدا ان انا معاها في المسلسل. هي حبيبتي وصاحبتي، بس عمرنا ما اشتغلنا مع بعض، فانا بجد طايرة من الفرح ان احنا مع بعض. وعايزة اقول لكم القدام هتشوفوا مشاهد جامدة جدا ما بيننا، وكيمياء فظيعة ما بيني وبينها. يا رب كده يعني تعجبكم ان شاء الله يا رب الله. يا رب ان شاء الله. طب سؤالي الاخير، ما خفتيش بقى بعد غياب شوية العودة تبقى بشخصية شريرة كده؟ لا، هو انا خايفة من العودة اوريدي، اوكي، بس ما كانش ينفع ارجع بشخصية عادية فلات، فكان لازم يبقى شخصية مركبة، شخصية حقيقية لحم ودم، شخصية كده تستفز المشاهد ويتعاطف معاها في نفس الوقت. والحمد لله انا ده اللي كنت عايزاه. يعني هي شخصية مستفزة بس جدا. هي صعبانة على الناس، والناس حباها مش قادرة تكرهها رغم كل ده، عشان عارفين ان هي يعني مش عايزة اقول ضحية، بس هي اكيد عندها يعني ما بتعملش ده وهي بمزاجها او مبسوطه، بتعمله غصبا عنها بسبب ظروف حياتها، بسبب حاجات كتير هتشوفوها لقدام ان شاء الله. والله يا جمانه انا بتهيألي انت بتقولي ده عشان تحاولي تكسبي تعاطف الجمهور، بس انا بحذرك انت وحاله، خلي بالكم. ماشي، حاول لحاله كمان. ربنا يوفقكم. طبعا هايله وكل الناس هايله. كلكم الحقيقه المسلسل رائع بكل فريق العمل ما شاء الله. والناس اللي ورا الكاميرا اللي يعني كمان تعبوا جدا جدا بصراحه، فيعني الحمد لله توفيق من ربنا. الحمد لله. لان احنا كلنا قلبنا على بعض، كلنا بنشتغل بحب، ومعروف عن كواليس يسرى انها كواليس رائعه. كلها حب بجد طبعًا. يعني طبعًا. فالحمد لله كلها حب زيها كده. الحمد لله زيها. ربنا يوفقكم يا رب، وربنا قوي عهد في انتقامها منكم ان شاء الله في الحلقات اللي جايه باذن الله. ان شاء الله. بشكرك. ان شاء الله. اشكرك يا جمانه. شكرا جزيلا، نورتينا. اشكرك. شكرا، كل سنه وانت طيبه مره ثانيه.